هي صور ليست بالجديدة، وإنما سيناريو يتكرر كل رمضان. ضحيته مادة الخبز، وبطله المواطن الذي يدفع للقمامة بهذه الكميات المعتبرة. وهذه الإحصائيات التقريبية تتحدث بين 2.5 ملايين، وهنالك حتى من ذهب إلى 10 ملايين خبز يوميا. المسلم المتحذر يستهلك ما يحتاجه فقط لتفادي الوقوع في التبذير الذي حرمه الإسلام. والأمة اليوم خاصة في هذه الظروف، الوباء، الظروف التي لا يجد فيها الكثير من الجزائريين ما يأكلونه، لا من خبز ولا من غيره، فإن كان في الظروف العادية هو محرم فهو أشد حرمة في هذه الظروف، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. في ظل تداعيات الأزمة الصحية، هل ستنجح الكورونا في ضبط سلوكيات المواطن؟ نحن نتوقع أنه في رمضان الحالي سوف تقل نسبة التبذير لسببين. السبب الأول أن الناس جميعا رجعوا إلى التقاليد من خلال خبز المطلع، وخاصة أننا في وقت حجر. زد على ذلك تخوف كثير من الناس من اقتناء هذا الخبز، والذي هو مادة غير معلبة وغير مغلفة، من طرف المخابز. على هذا الأساس نحن نتوقع أنه إن شاء الله هذه السنة يكون هنالك أقل تبذير. زد على ذلك من الأسباب نذكر أنه الحمد لله هنالك وعي وهنالك نضج، يعني يدفع بالمستهلك الجزائري على ترشيد استهلاكه. وبذلك تتجلى قيمة الصيام في ضبط النفس بعيدا عن الشهوات، فضلا عن التضرع إلى الله.